إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة وإذاعة القاهرة الكبرى إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل علي مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان والإسلام، نحييكم من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة فجر يوم جديد من أيام رمضان المباركات، فجر 11 من هذا الشهر المبارك لهذا العام 1442 من الهجرة. ننقل لحضراتكم هذه الصلاة في هذا اليوم الحادي عشر، والذي سبقه يوم عظيم، يوم العاشر من رمضان. هذا اليوم الذي شهد نصر العاشر من رمضان 6 أكتوبر، حينما اتحدت القلوب وتوحدت الألسن على كلمة كان فيها كل السر: الله أكبر، الله أكبر، فكان النصر. اللهم اجعل أيامنا كلها انتصارات يا رب العالمين. فهذا شهر مبارك، وكيف لا يقع النصر أو يحدث في شهر فيه جند مبارك كان صائما، والصائم في معية الله، فكيف لا ننتصر ونحن في معية الله؟ اللهم اجعلنا دائما في معيتك. إخوة الإيمان والإسلام، بالأمس القريب كنا نستقبل شهر رمضان المبارك، وكنا نقول أهلا يا رمضان، وها نحن ذا نقول مهلا يا رمضان، ترفق بنا، فإننا والله نحبك، وإننا نفتح القلوب وتسمو الأرواح فيك يا هذا الشهر الكريم، وتلهج الألسن بالدعاء، وتستعد الأبدان للصيام وللقيام. ودائما وأبدا كتاب الله سبحانه وتعالى هو الذي يحوط هذه القلوب بل ويملأها. ذكر الله سبحانه وتعالى وكلامه المبارك حينما يملأ القلوب تسمو الأرواح وتتحرك الأيدي لتنتج ولتعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أيها الإخوة، دائما وأبدا خير بداية تكون بكلام الله سبحانه وتعالى، القرآن الكريم، دستور الله المبين، وكتابه السماوي الخالد. نبقى الآن في رحاب آيات بينات مما يتيسر من سورة الزخرف، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أولو جئتكم بأهدى مما
كنتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يتقي
يأمر بالرحمن لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أن مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم
وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشف ما عنهم العذاب إذا
ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين ولا قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين
أجمعين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم آمين، اللهم آمين. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا منصتين خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي. استمعنا إليها في مستهل هذه الشعائر المباركة، شعائر صلاة فجر 11 من شهر رمضان المبارك، والذي ننقله أو بالأحرى ننقلها لحضراتكم من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمسيرو. اليوم 11 رمضان، كما يقولون أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. هذه أول أيام المغفرة، وكل أيام الله سبحانه وتعالى أيام عظيمة، ولكن له سبحانه في أيام دهره نفحات. اللهم يا ربي أصبنا بنفحة من نفحاتك فلا نشقى بعدها أبدا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام والصلاة والدعاء. هنا الود، هنا الحب، هنا الإنسان، هنا إيماننا يعلو، هنا أرواحنا تسمو، هنا رمضان. أيها الإخوة، في هذه الأجواء المباركة وفي هذا التوقيت الذي يقترب من موعد صلاة الفجر، دائما يطيب للنفوس أن تتوجه لله سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهال، وتلهج الألسن بالذكر آملة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. دعونا إخوة الإيمان والإسلام نبقى هذه الدقائق وحتى يحين موعد أذان فجر هذا اليوم الجديد 11 من شهر رمضان، والذي يحين اليوم في 4:13 دقيقة. نبقى مع فضيلة المبتهل الشيخ سعيد هزاع، وهذا الفاصل من الابتهال والدعاء يؤذن بعده لصلاة الفجر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله،
عليها نمو. عفوك ورضاك يا رب، عفوك ورضاك وحسن لقاك يا أكرم الأكرمين يا مصرنا ووحد صفوفنا واحم جنودنا يا مجيب السائلين يا رب. يا رب فاحفظ مصر واحم جنودنا وجعل أمانا في البلاد يسود. يا رب صل على الحبيب، يا رب صل على الحبيب محمد. يا رب صل على الحبيب، يا رب صل على الحبيب المجتبى. يا رب صل على الحبيب المصطفى. فأنا بحب الهاشم سعيد. سبحانك اللهم أنت إلهنا، سبحانك 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 اللهم أنت إلهنا، فارزق فقيرا بيت عز مقمرا، وافتح لنا الدنيا وافتح لنا الدنيا وطهر سعينا. يا من ملكت الكون، يا من ملكت الكون يا رب العالمين. إني أتيت إليك، إني أتيت إليك ربي لتغفر، إني أتيت إليك ربي لتغفر، فاجعل فؤادي فاجعل قيامي بالعبادة نيرا.
رمضان رمضان أشرق يا كرام جماله رمضان رمضان أشرق يا كرام جماله وبيت لألأ في الدنى القرآن أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا رمضان أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا رمضان بك نور قلبي بك نور قلبي بك نور قلبي بك نور قلبي شهر أعد الله مصر بفضله شهر أعد الله شهر أعد الله مصر بفضله وتقهقر الأعداء والطغيان في العاشر الأبطال في العاشر الأبطال هل إلى ذنوب في العاشر الأبطال في العاشر الأبطال في أرض سيناء في أرض سيناء وفاح بيان عبروا قناة سويسنا عبروا قناة سويسنا في سرعة دويش الجميع وحارت الأذهان عبروا قناة سويسنا عبروا قناة سويسنا في سرعة دهش الجميع دهش الجميع يا رب فاحفظ مصر واحمي جنودها يا رب يا رب فاحفظ مصر واحمي جنودها واكتب لنا الجنات
واكتب لنا الجنة يا ربي، فاحفظ مصر واحم جنودنا يا رب، يا ربي فاحفظ مصر واحم جنودنا واكتب لنا الجنات، واكتب لنا الجنات واكتب لنا الجنات يا رحمن. وبداية الفتح المبين، وبداية الفتح المبين لمكة، وبداية الفتح المبين لمكة كانت بعشرين هي العنوان. وبداية الفتح المبين لمكة كانت بعشرين هي العنوان. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا فاغفر لنا، يا ربنا فاغفر لنا دلاتنا، واكتب لنا العلياء، واكتب لنا العلياء يا مدنان. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا فاقبل جميع صلاتنا، يا ربنا، يا ربنا فاقبل جميع صلاتنا، وارفع لنا الدرجات، وارفع لنا الدرجات، وارفع لنا الدرجات، وارفع لنا الدرجات يا ديان. في القلب مبتهل، في القلب مبتهل ينادي ربه، في القلب مبتهل، في القلب مبتهل ينادي ربه، في القلب مبتئل ينادي، في القلب مبتئل ينادي ربه. والحب عند العارفين، والحب عند العارفين، والحب عند العارفين كيانو.
صمنا إليك، صمنا إليك تقبلا صيامنا، صمنا إليك، صمنا إليك تقبلا صيامنا وسجودنا يا نور يا نور يا نور يا نور يا نور يا رحمن. شهر الصيام، شهر الصيام، شهر الصيام يخط لوحة كائب، شهر الصيام يخط لوحة والقلب في رسم الهدى فنان. شهر الصيام، شهر الصيام، شهر الصيام يخط لوحة تائب والقلب في رسم الهدى فنان. رمضان، رمضان فيه جنان ربي، رمضان فيه جنان ربي زين، رمضان فيه وفاء قلبي زين، رمضان فيه جنان ربي زينة وإلى العباد الريان. يا رب صل على الحبيب، يا رب صل على الحبيب محمد، فبذكره تتطاير الأحزان. صلوا عليه لتربحوا بصلاتكم قلبي بحب المصطفى والهان. الصلاة والسلام عليه، الصلاة والسلام عليه يا إمام يا قمة التقى، يا مفتاح باب الرجاء، وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا
محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الصلاة. خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله لا إله إلا الله. حقا وصدقا ويقينا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. رب اجعلني مقيم صلاتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الإخوة، فقد استمعنا إلى فاصل من الابتهال والدعاء، أذن بعده بصلاة فجر هذا اليوم المبارك، اليوم 11 من شهر رمضان من هذا العام 1442 من الهجرة. وقد قدم هذا الفاصل وأذن بالصلاة فضيلة المبتهل الشيخ سعيد هزاع. وقد قام إخوتكم هنا في ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام لأداء ركعتي تقرب إلى الله، فإن ركعتها ما بين الأذان والإقامة خير من الدنيا وما فيها. اللهم يا ربي تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا ودعاءنا. اللهم يا ربي كن لنا ولا تكن علينا. اللهم يا ربي كما سلمتنا رمضان وسلمتنا لرمضان، اللهم تسلمه منا مقبولا مباركا في أعماله. اللهم واجعلنا من الصالحين. اللهم واجعل أيامنا كلها رمضان. والله لو كان رمضان رجلا لتمسكنا بتلابيبه، لكنه زمان يسمو فوق الأزمان. شهر رمضان المبارك
هذا الشهر العظيم الذي نفحنا الله سبحانه وتعالى به، أعطانا فيه البركات والخيرات. اللهم قدرنا يا ربي على أن ننال فيه رضاك، وأن نخرج منه كما صمنا على ما حللت لنا من الطعام والشراب. اللهم اجعلنا نصوم عن معاصيك، ونصوم عما حرمت علينا فيه من غيبة ونميمة وسيرة الناس وفساد وزور. اللهم جنبنا كل ذلك يا رب العالمين. أيها الإخوة، الناس هنا إن كانت جاءت بأجسادها فربما نستشعر أن قلوبها تتقارب رغم ابتعاد فرضته علينا ظروف نسألك يا الله أن ترفعها عنا، وأن تتقبل دعاءنا، وأن تتقبل منا يا ربي هذا السعي، سعي مبارك إلى بيوتك، وتوجه مبارك إليك بالدعاء. اللهم فتقبل. إخوة الإيمان والإسلام، الآن يقام لصلاة فجر هذا اليوم 11 من شهر رمضان. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا للصلاة يرحمني ويرحمكم الله. ساو الصف، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة لا تسبق الإمام ولا تساووه، واعلموا أنكم بين يدي الله. تقبل الله مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت إنك بالحق تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد بما قضيت ولك الشكر بما أنعمت به علينا وأوليت.
نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة وسيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم لا تجعل اعتمادنا إلا عليك. اللهم لا تحوجنا لأحد إلا إليك. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الحق والهدى. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحياتي لله. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم. حسن حسن السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم وعلى طاعتك أعنا. اللهم يا ربي تقبل ما يسرته لنا من الطاعة، وزدنا بفضلك الكريم بالمزيد والمزيد من القرب منك يا رب. اللهم يا ربي احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم اجعل مصرنا سخاء رخاء، دار أمن وأمان، وسلام وإسلام، وسائر بلاد العرب والمسلمين يا رب العالمين. اللهم يا ربي، وفي مثل هذه الأيام تكون قد تحررت فلسطين، وقد تحررت كل البلاد العربية والبلاد الطواقة للتحرر بفضلك الكريم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم 11 من شهر رمضان من عام 1442 من الهجرة، والذي يوافقه 23 من شهر إبريل من عام 2021. كان معنا قارئا للقرآن الكريم وإماما في الصلاة فضيلة الشيخ محمد حامد السلكاوي، وكان معنا مبتهلا ومؤذنا ومقيما فضيلة المبتهل الشيخ سعيد هزاع. وحتى يجمعنا بكم لقاء إيماني آخر، هذه تحيات المهندس سامي سليم، تامر عبد الغني، أحمد رامي من غرفة المراقبة الرئيسية، وتحيات محمد الورداني من أسرة الإذاعة الخارجية، وتحيات محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني، ولكم تحياتي علي مصطفى. الميكروفون الآن يعود بكم إلى استديوهاتنا، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك 11 من شهر رمضان المبارك من عام 1442 من الهجرة، الموافق 23 من شهر أبريل من عام 2021 من الميلاد.